كما هي معتادة دائما بالصورة اللائقة والجميلة. شكرا لزميلنا نايف بن سعود البلوي. مشاهدينا الكرام، اسعد الله مساكم بكل خير، نحييكم اجمل وطيب تحية من هنا من ميدان الوثبة عاصمة الميادين الذي يشهد هذا الانطلاق لسن الحقائق، انطلاقة موفقة، انطلاقة سليمة باذن الله. شوطنا الثالث للابكار الحقائق، المسافة هي 3 كيلومتر. تمنياتنا بالتوفيق والنجاح لجميع المشاركين. نذهب مباشرة الى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول من تأتي على الصدارة مهمة وهي مكلفة بمهمة النواميس. من يقدمها؟ سلطان بن عبد الله بن حميد بالشر الخاطري، من يقدم مهمة مع البداية. المركز الثاني الواصل بن ظبيان، راشد بن بخيت بن علي بن مجارح، من يقدم لنا بنت ظبيان وهي محتلة المركز الثاني. ثالث المراكز وصول مشاهدينا الكرام مع المركز الثالث، من تتقدم؟ طرب عبيد بن أحمد بن العرض المنصوري يقدم لنا طرب وهي محتلة المركز الثالث. رابع المراكز نقلة مباشرة إلى هوايل، علي بن خليفة بن علي النصيري من يقدم لنا هوايل بهذا الشعار. هنا من يقدم لنا هوايل علي بن خليفة بن علي الهاشمي، وروح يا أبو علي والرب داعي لك في هذا الانطلاق القدوم والوصول. مشاهدينا الكرام، من تتقدم بهذا المركز الخامس في هذه اللحظات؟ وصلت ظن سعيد بن علي بن راشد بن سويلم الاكتبي، من يقدم لنا ظن وهي محتلة المركز الخامس. المركز السادس وصول مخلولة محمد بن فري بن محمد المحيربي، من يقدم لنا هملولة مع المركز السادس. وفي سابع المراكز أرى سيوف مساعد بن علي بن سالم المنصوري، يا سلام، ولكن تقدمت هنا اشتعال وبدا الشوط يشتعل. تعود الملكية لسالم بن حمد بن مبارك النابت، من يقدم لنا اشتعال وهي تغير من مركز إلى مركز. الوصول من راهية معيوب بن محمد بن حويري بالمنصوري، وصلت راهية وانضمت مع المركز العاشر. نعود مع البداية، نعود مع المقدمة، نعود مع الأداء الهائل مع هوايل على الصدارة. تعود الملكية لعلي بن خليفة بن علي الهاشمي، يا سلام، مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول، مسيطرة بكل قوة بكل إبداع وانتصار حتى هذه اللحظات. إن لم يكن راي آخر، مع المركز الثاني، مع المركز الثاني مهمة مهمة يا مهمة. تعود الملكية لسلطان، من يقدمها؟ بن عبد الله بن حميد بالشر الخاطري، يا سلام، ولكن بن كليب واصل. من يقدم لنا ظن؟ سعيد بن علي بن راشد بن سويلم الكتبي، تغير من مركز الى مركز الى المركز الثاني مباشره. الكيلو الاخير يا اخوان، لا بعد كيلو ولا الناموس. المركز الثالث الواصل اشتعال، سالم بن حمد بن مبارك بن عيهان النابت، من يقدم لنا اشتعال والقدوم في هذه اللحظات. من تقدمت مهمه ولكن الوصول والقدوم في هذه اللحظات، يا سلام، من تحمل الرقم 37 وصلت دمعة حميد بن راشد بن سعيد بالغافرية الفلاسي القادمة في هذه اللحظات. من تقدمت مشاهدينا الكرام وانطلقت الأسامي، بدأت تنطلق مشاهدينا الكرام. وصول من شوق بريك بن سعيد بن صالح القربوع المري، ولكن نعود مع هوايل، نعود مع ظن، ظن وهوايل. هوايل ما سلمت القيادة، هوايل ما سلمت الصدارة. خليفة بن علي الهاشمي، من يقدم لنا هوايل؟ ولكن ظن، ظن ظن يا ظن، ولكن دمعة، دمعة يا دمعة غيرت الموازين. دمعة انطلقت إلى مقدمة الشوط الأول، يا سلام يا الفلاسي، يا سلام يا بالغافرية، يمعة بن راشد بن سعيد بالغافرية قدم لنا دمعة هنا للشكل والانطلاق والإبداع، يا سلام، مع مقدمة الشوط. المركز الثاني شوق ومشتاق للنواميس شوق، ولكن دمعة غادرت للفوز. تهاني لك يا الفلاسي الثاني والناموس، اسعد الله مساك يا بالغافريه، يمعة بن راشد بن سعيد بالغافريه الفلاسي على فوز دمعه وحصولها بالمركز الاول. المركز الثاني من وصلت مشاهدينا الكرام؟ المركز الثاني ظن، تعود الملكيه لظن لسعيد بن علي بن راشد بن سويلم الكتبي. المركز الثالث كان من نصيب شوق لبريك بن سعيد بن صالح قربوع المري. رابع المراكز هوايل علي بن خليفة بن علي الهاشمي. المركز الخامس كان من نصيب المركز الخامس
مشاهدينا الكرام اشتعال سالم بن حمد بن مبارك بن إهان النابت. هكذا مشاهدينا الكرام التحدي والمتعة والإثارة، ولكن دمعة باللحظات الأخيرة ليمعة بن راشد بن سعيد بالغافرية الفلاسي، هي من نالت شرف الناموس وأن تهديه ملكها بالغافرية في هذا المساء. أسعد الله مساك الفلاسي على هذا الفوز والانتصار. هاي لعادم المخرج العزيز أسامة الهواري للشكر والتقدير من يوافينا بملخص كل شوط وبالتوقيت الزمني وفي انتظار وصولها مشاهدينا الكرام إلى خط النهاية. دمعة تهانينا والناموس لمالك على هذا الفوز يمعى بن راشد بن سعيد الغافري الفلاسي على فوز وانتصار. دمعة اللي في المركز الثاني مشاهدينا الكرام ظن 4:21 أربعا من الأجزاء وتسجل التوقيت الأفضل. ظن مع المركز الثاني 4:22.6 من الأجزاء. تهانينا والناموس لمالك مشاهدينا الكرام ظن سعيد بن علي بن راشد بن سويلم الكتبي شوق مع المركز الثالث. تعود الملكية مشاهدينا الكرام 4:22.8 من الأجزاء. التهنية لبريك بن سعيد بن صالح القربوع المري. تهانينا والناموس، ولكن التهنية لمالك دمعة هي حاصلة على أفضل توقيت زمني ونالت شرف الناموس أن تهديه يمعى بن راشد بن سعيد بالغفري الفلاسي وتسجل التوقيت الأفضل الممتاز في هذا المساء.